كانت روزانيل زوجة شابة عاشت في القرن في الفترة التي أطلق عليها اسم نهضة هارلم، وفي هي الفترة بين عام 1920 و 1930، والتي ازدهر فيها الأدب والفن الأمريكي والإفريقي في حي نيويورك يحمل نفس الاسم. وقد كتبت روزا مسرحيات وقصص قصيرة وروايات، وبالرغم من ذلك لم تحصل على أي أموال مقابل أعمالها. وكانت آخر رواية نشرت لها سيراب أون ذا سيواني عام 1948، بعد ذلك رفض الناشرون شراء أي رواية منها، وكانت تعمل كخادمة ثم أمينة مكتبة حتى تستطيع تغطية نفقات المعيشة. أصيبت روزا بسكتة دماغية عام 1956، وتوفيت في العام التالي، ودفنت في قبر لا يحمل أي علامات. ولكن في عام 1973 اكتشفت الكاتبة الأمريكية أليس ووكر مقبرة روزا هيرستون، وفي عام 1975 نشرت مقالا عنها، وبذلك بدأت موجة إحياء لأعمالها، وتمت إعادة نشر العديد من أعمالها، وأصبح بعضها من أعظم الروايات في الأدب الأمريكي. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.